once that step is taken. الواحد في حياته دائما بتكون في امور بياخذه من مكان الى اخر. وجدت اعلان على صفحه بالانترنت انه ام بي سي عامله برنامج للمخرجين السعوديين، فانا كنت دارس انفورميشن سيستم، فكنت خايف. How can I add value to MBC؟ اكتشفت انه حتى الميديا زي اي شركه في العالم لابد انه لها بزنس يونت اللي هي الهيومن ريسورس، الفاينانس، الماركتنج، كوميرشال، بي ار. بعد 3 شهور قررت اني انا انضم لقسم الاتش ار في دبي. والان بعد 7 سنوات صرت مسؤول عن التريننج اند ديفلوبمنت والبرفورمانس مانجمنت. انا قلت 3 سنين بالام بي سي وكان من اصعب التحديات اللي تايم مانجمنت، وانه كيف اقدر انظم وقتي سبيشلي انا خريجه جديده وما عندي خبره وما كنت عارفه شو بدي اعمل. اهم نقطه عندي كانت اني اكسب خبره. So I graduated with my economics degree in 2012 in the UK, and a lot of my friends went straight into banking and finance industries, but I'd always been really interested in TV, and yet I still didn't know quite exactly where I would fit and what I wanted to do. So when I came to MBC and I got to have all of these different insights into the different departments and how they work, I was just absolutely fascinated. And when I ended up in the marketing team, I really felt that this is what I wanted to do. لما جيت هنا على ام بي سي اول ما بديت اشتغل في قسم الدعم الفني، قدرت اتواصل مع اقسام مختلفه، قدرت اشوف ناس مختلفين عندهم علوم وعندهم اهتمامات مختلفه. كان معكم سلطان بكاوي العربيه. العلوم اللي انت تعرفها في حياتك هي عباره عن علوم منفصله في مجالات مختلفه، انت الوحيد اللي تقدر تخلق ما بينهم حلقه الوصل وتعمل سلسله. كل ما كانت قويه ومتينه ومتنوعه وطويله، كل ما قدمت علوم افضل وكنت شخصيه مختلفه عن الناس الثانيه. اهم شيء ان الواحد ما يقول ما بقدر ومستحيل. انت لو ما حبيت التخصص اللي انت فيه ما راح تنجح ابدا. No matter where you start, there's always the opportunity to transfer your skills and learn new ones.